أحد المساجد إماما بالناس، وكان يقف خلفي رجل يعني يبدو أنه متأثر تأثرا شديدا بالمقامات، إلى درجة أنه لا يسمع شيئا إلا ويقلد مثله كالببغاء لكن في المقامات، حتى في الصلاة. يعني العجيب أن هذا حتى في الصلاة. فأنا وقفت وبدأت أقرأ: الحمد لله رب العالمين. وإذا من خلفي يقول: أنا تعجبت جدا وتوقفت قليلا بعد ما بدأت الآية الأولى، خشيت الناس يقولوا نسي الفاتحة، فقلت: الرحمن الرحيم. أنا قلت بقى مش هينفع، حاولت أن أغير المقام لعله ما يستطيع أنه يعني يفعل غير هذا. مالك يوم الدين. قلت أعلو أعلو بالصوت تماما، وأحاول أن يعني آتي بأعلى جواب عندي حتى أسكته. فقلت: إياك نعبد وإياك نستعين. علي هو قال والله، وظل هكذا ظل هكذا طوال القراءة، حتى إني لما ركعت قلت يعني: الله أكبر.